قال مساعدان لكاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إنها اتصلت بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في انتخابات الرئاسة. وقال مساعد كبير لهاريس إن نائبة الرئيس ناقشت أيضا أهمية الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين. ومن المقرر أن تدلي هاريس بتصريحات علنية في وقت لاحق اليوم. وكانت هاريس ستلقي كلمتها أمس من جامعة هوارد بواشنطن، ولكنها أثرت تأجيلها بعدما أوضحت المؤشرات الأولية للنتائج اقتراب ترامب من الفوز.